درت عمل ديالي كلك تنعيط على رواد. اخر عمل درتو اللي هو البوي وقت كنعرض على الرواد كلهم كيكونوا ضيوف منهم نعيمه الياس اللي دائما هذه كنحبها وقدرها. قدمت عمل كانت فيه نعيمه الياس ونعيمه مشرقي ما تقبلش في التلفزيون. قدمت اعمال الاولى كان فيها دائما عبد المطاح. اخر عمل كان فيه داسوكين الزعري عبد المحجوب الله يرحمه محجوب الراجي احمد عمر الله يرحمه. هادو كلهم انا خدمت معاهم وكلهم دائما حاضرين في الاعمال ديالي حتى في سيدي العمل السينمائي. انا بزاف الناس تقول لي وانت كنتي كتبان بزاف. راه المشكله هو انني ما خدمتش بزاف ولكن الحضور ديال الانسان ديالي في المشهد كان متميز. ولكن انا الحمد لله واشكر الله على هذا القدر واشكر الجمهور اتميز بالحضور. علاش؟ لان انا هذه 25 دابا نقول من 1998 فاش درت انا وخويا ومراتي حتى دابا شحال 25 سنه شحال درت من نص سنة درت انا وخويا ومراته الربيب عاوني واحد عاوني جوج نسيت الحاج عزوز خمسه يعني كل خمس سنين كندير واحد بينما كاين اللي كيدير معايا نص سنة في عام واحد لان ما كاينش حضور ديال السينما كلشي يقول وسعيد خدام انا ما خدامش ولكن الحضور العمل ديالي كتعاود وكتشاف وكتشاف الحمد لله والناس كيبغيو الوليدات كيبغيو معاهم كاين دابا منا شباب اللي كيبغيو مع سعيد نصر. الحضور ديالي فين كاين؟ كاين في مراكش، كاين في الوانانشا وفي المسرح، وي من التلفزيون. اقسم لكم بالله ان الامكانيات كانت ضعيفه جدا كنت كنخدم بها. انا وخويا ومراته الاول صوتو 700,000 درهم. تصور معايا الان كيدار من السيتكوم مليار. ربيع 2 مليون ديال الدرهم. العاوني الاول 3 مليون ديال الدرهم. العاوني الثاني 3 مليون ديال الدرهم. وهذه كونترا كاينين. نسيت الحاج عزوز 3.5 مليون يعني مع الانفلاسيون والوقت كيدبر. الان كنحط المسلسل كيدبر مليار سيتكو باش ما نمشوش المسلسل سيتكو 3 مليار يعني الغداء وهذا الشيء راه كثيرو فيه كلشي واكل كلشي واخر كلشي مخلص مزيان فيه يعني مزيان 3 مليون ديال الدرهم. فما بالك الان 7 مليون كلها ربح اللي كتمشي. هذا هو الكلام اللي قلت انا وقلت له العريشي اللي هذه 20 عام هو على ذاك الكرسي وتيقول لك انا ما دام ما عرفش ودير لي كاس بيتو. شوف الطاقم ديالو شحال مره تبدل مدير الانتاج شحال مره تبدل شحال مدير الانتاج كان ومشي وعاود جا واحد اخر روينه نايضه في التلفزيون. علاش؟ هذا هو التسلسل اللي خصو دار واحد. قضيه المسؤوليه ديال الموت ماشي مسؤوليتي انا كسعيد النصير. المسؤوليه ديال التلفزيون هو المنتج. انا دابا كنت نجيب وشتا وكيقول لي سي سعيد انا الدور بغيت فيه فلان ما نقدرش نقول له لا حيت هو المنتج. الا تفاهمنا وقال لي السيدي يقدر يخدم جبناه رواد معنا منهم الراضي عبد الرحمن خدم معنا منهم ناس اخرين اللي خدموا معنا اللي فاسمو في جبنا ديزان هذا فهاد العمل اللي تاعك كاين على الاقل ثلاثه ولا اربعه ديال الرواد في هذا الفيلم رغم الامكانيات ديالي يعني كيفاش انا جبت لهم كلام كيفاش خصنا مثلا تاخذ راي يقول مثلا ايه انا ما عنديش مشكل هذا الانتاج دار ولكن هذا العام الى خدم هذا السيد في مسلسل خلي الاخر يخدم حتى خلي الاخر حنا ما كنقدموش موليير ولا هاملت ولا اصلا ممكن يعدى اي واحد علاش هما تياخذوا هاد المؤثرين والمؤثرات لاسباب تعرفها اعرفها ولا داعي لذكرها باغيين يقلبوا على الباس وباغيين انهم يهضروا عليهم يقدروا يجيبوا قدام من السعديه وولد الشيويه وطالوني ويدوزو علاش باش يقولوا راه التلفازه العريش راه كيشوفوها الناس. هاد الناس ما كيفكروش هاد التلفازه ما كتفكرش هاد السيد ما كيفكرش في المسألة لانه هو اللي غادي يقول لك المنتج هو سيدي حنا غادي نعطوك مليار ولكن في هاد كيف ما كيديروا المصريين هنا في كاينه النقابه قويه قبل النقابات ديالنا اللي كتهضر عليهم مع كامل الاحترام اللي كاينه البعض واحد او جوج نقابات اللي خدامين اما واحد يخلى بينا قبل الدعم لانه الا كمل 8 أو 9 نقابات اطخا فيك من الماروك كيعطوا واحد المسؤول ديما وكيخرج جوج طريقات ثلاثه ودابا تا وراه باش يخرج بيسافر باس بيتو نحن ندافع على فلان وعلى نهار قلت لهم اجيو توقفوا في الوقفه الاحتجاجيه والله ما جا واحد حتى نقابه ما جا حتى واحد ما تقدرش تجي على النقابه مثلا عندهم نقابه واحده نقابه ديال فلان ولكن تيقولوا لا لا خص فلان يلعب محمود ياسين خصو يلعب فهاد الفيلم باش نعطيوك لوطوريزاسيون الفيلم السينمائي خاصها تسني فيه النقابه كيسنوا فيه خمسه ديال كيسني فيه المركز السينمائي ديالو النقابه ديال سميتو ديال الفنانين النقابه ديال المخرجين وزاره الداخليه ووزاره الاتصال خمسه كيسنوا في السيناريو
قبل ما يدوز ما كاين يجي يلعب في اللجنة ولا هذا ولا اللجنة بحالنا حنايا ولا كوميسيون اللي كنشوف مع المدير فيها بوليسي وفيها ديواني وفيها هذا ما كاينش هادشي. كاين الناس محترفين في هذا كاين اختلاف، هذا هو المشكل. خص مازال التعاون التعاون بالبصر بين الناس اللي باغيين يخدموا في هذه الميدان. ما كاينينش، كاين ناس حار المصالح كل واحد كيضرب على راسو كل واحد كيضرب. واش نشوفوا انا تنعرف وحدي دخلوا التلفزيون ما عندوش مشكله ضاف عامين كلسي شوف اش الفلوس اللي عندهم نص مصريه كاينين وكاين شي واحد مثال لا كيقول لك ولكن ما عندوش للاسف ما كاينش باش تشجعهم ولا تنصحهم. يقول لك عطيه راه ميكار دوز كذا وميكار دازو هو باش يشوم ولكن للاسف ما عندناش دايما ما عرفتش تشوم كيف انا في هذا الحكي ديال هادشي سكوني على قدام هذا قسما بالله ما تعرف معاه لا انا ندعي انا بيت لانه كيف الدفاع في الافكار الحوايج ديال الناس اللي اللي هو مهم اللي هو الفكر اللي كانوا يبيعوا شي في الفكر فصافي راه حنا سالينا وهذا الشيء القانون ما كيرحمش فيه قسما بالله ما كيرحم فيه لانه عنده تقريبا نفس القيمه اللي عنده اللي عنده التجاره في البشر نفس الشيء تجاره في الفكر نفس الشغل تقريبا نفس لان هذه الافكار لان كيقول لك دوله بدون فن فهي دوله ليست لها حضاره. احنا دابا كنشوفوا الحضاره كلها من الحضاره الافلاكيه الحضاره المصريه علاش كيهضروا؟ اش كيهضروا على فلان ولا الحاكم؟ لا كيهضروا على ما خلفوه من اثار. ملي كنهضروا مثلا على روما نسبتو كنشوفوا الاثار ديالو كنشوفوا كنهضروا على فلان والصار الكبار كنشوفوا اللوحات ديالهم اللي بقاو ما كنقولوش شحال خلا بيكاسو ديال الفلوس ولا شحال خلا مثلا عدد كبير ديال المحللين بحال محمد عبد الله ما كنقولوش شحال خلا ديال الفلوس او كنقولوش شحال خلا ديال الاعمال الفنيه وهذه هي الحضاره ديال البلد. شحال ديال الكتوبه خلا سميتو مثلا حسن عبد القدوس او ولا غيرهم ولا محمد بس عقاد ولا غيرهم ولا طه حسين اشنو خلا ولا حنا نيت على الفاسي الكتاب ديالنا الكبار يعني هادو اشياء اللي للاسف الشديد ما بقاش عندهم واحد الاهتمام وهذا الشيء علاش حنا راه غادي ثقافيا غادي نهضروا.